اوكي، طيب شوف غير كم بعد. is تفضلي يا حبيبي. is the main factor of determining weather and climate ايه بقى ال ايه number one؟ the earth الأرض هي العامل the الأساسي wind اللي هيحدد. طيب الحمد لله، الويند صح؟ هي المين فاكتور اللي بتحدد لي الويذر والكلايمت، وقتها كتير فوق. الويند الرياح هي اللي بتحدد لي الويذر والكلايمت. ليه؟ لأن هي بتساعد أولا إن هي على الموفمنت بتاعت الووتر في الووتر سايكل، أو الووتر فيبر في الووتر سايكل. ثانيا كمان بتساعد على الموفمنت بتاعت الرينز والساند والدست الحاجات دي كلها. وبالتالي بتساعد تيتشر على ايه؟ لو سمحتي ممكن أدخل الحمام؟ اتفضلي. ده فبالتالي بتساعد على تحديد او تظبيط يعني الويند، سوري الوزن والكلاود. طيب احنا كده خلصنا ليسن 4. طيب concept 2 يا شباب، نبدأ في lesson 1. طيب concept 2 بيتكلم عن heat and weather change، بيتكلم عن الحرارة والتغيرات اللي ممكن تحصل في الطقس. يعني نشوف لسن 1 بيتكلم عن ايه. طيب احنا عندنا 2 figures او 2 pictures، صورتين. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الصورتين، او الصورتين دول بيوصفوا ايه؟ في فرق ان البيكتشر 1 الكلاود ما فيهاش اي ووتر فيبر، بس بيكتشر 2 الكلاود مليانه ووتر فيبر. هو اصلا بيكتشر 1 يعتبر ما فيهاش كلاودز اصلا، تمام؟ ايوه انا ف قصدي يعني انها ما فيهاش ووتر فيبر. تمام. بس الكلاودز يا حمزه، بس عندي تعليق واحد. الكلاودز مش بتبقى مليانه ووتر فيبر، الكلاودز بتبقى مليانه ووتر دروبلتس، تمام؟ droplets اوكي بالظبط، مليانه نقط تمام ميه مش مليانه بخار ميه. يعني الحاجة اللي بتنزل من الكلاودز رينز، ما شفناش مثلا كلاودز بتنزل ووتر فيبر، هي بتنزل رينز، والرينز دي عبارة عن ووتر دروبليتس، تمام؟ اوكي تمام. اوكي فزي ما قال حمزة فعلا، بيكتشر 1 the sky was clear and bright. في أول صورة طبعا السماء صافية جدا، ما فيهاش أي كلاودز وساطعة. لكن في بيكتشر 2 the sky became cloudy and rainy، مليانة كلاودز ومليانة ايه؟ رينز، مليانة سحب وأمطار. طيب what are the causes that lead to this change in weather؟ ايه بقى الأسباب اللي ممكن تؤدي لي للتغيير ده اللي بيحصل في الطقس؟ ايه الحاجات اللي ممكن شباب تؤدي لي للتغيير ده؟ بدل ما كان الدنيا برايت وكلير، خلاص الدنيا بقت مليانة كلاودز. نفكر يعني قبل ما اشرح نفكر. انا بسأل والله عشان تفكروا تشغلوا دماغكم. انا كده هشرح. بس الشغل بتقطع لي صوت هناك تاني بقول يا شباب، ايه الكوزز، ايه الاسباب اللي ممكن تخليلي يحصل تشينج في الوزر بالطريقة دي؟ بدل ما كانت السكاي كلير وبرايت، بقت مليانة كلاودز ورينز، ايه اللي ممكن يخلي لي الدنيا تقلب بالطريقة دي او تتغير بالطريقة دي؟ الوايت الوين الوزن ممكن الويند الويند، يعني دور ممكن ايه الويند، ايه كمان؟
dry air. dry air. ايه كمان؟ الرين. والرينز والهيت اللي جاي من الصن، كل الحاجات دي طبعا بتأثر. طب تعالوا نقرا the density of cold air. sorry, the density of cold and dry air is more than that of hot and humid air. متفقين من الليسن اللي فات او من الكونسبت اللي فات ان الكولد اير عنده more density اكتر من الهوت اير. كل المعلومة الزيادة بس اللي ضافها لي ان الكولد اير بيكون dry air، هواء جاف، لكن الورم اير بيكون ايه؟ humid air، بيكون هواء رطب او مليان رطوبة او مليان water vapor. ده برضو قلناه في الليسن اللي فات. when a part of air is heated by the sun، جزء من الاير خلاص اتسخن بالأشعة اللي جاية من الشمس. It becomes hot and humid. طبيعي ان هو هيبقى سخن ومليان رطوبة. طيب طبيعي برضو ان الهوت اير ده يحصل له ايه؟ rising up ولا falling down؟ نعم ميس. تاني، الهوت اير ده يا شباب، الهواء السخن warm air، rise up ولا fall down؟ الهوت اير رايز اب. rise up. طيب when the hot and the humid air meet the cold and dry air, the hot air rises. طبيعي ان الهوت اير يطلع لفوق. طيب as the hot air rises، كل ما الهواء السخن طلع فوق، it becomes colder and this condense sorry and this coldness causes water vapor in hot air to condense. طبعا ما هي نفس الكلام، والله نفس الكلام اللي قلناه الموسم اللي فات. الهواء السخن مليان ووتر فيبر هيطلع لفوق، التمبيرتشر قليله، التمبيرتشر قليله تعمل ايه في الووتر فيبر؟ كوندنسيشن، فتحول الووتر فيبر لووتر دروبلتس موجوده في الكلاودز، فهتكون لي كلاودز مليانه رينز، والرينز بعد كده هيحصل لها فوق. نفس الكلام، مفيش حاجه جديده، المنهج كله بيتكلم عن نفس الحاجه. في حد عنده مشكله؟ لا تمام نفس اللي احنا ما قلناه في قلتش. الليسون اللي فات او في الاكتيفيتي اللي فات، ان الهواء الورم اير او الهوت اير مليان ووتر فيبر. طب الورم اير هيحصل له ايه؟ رايزنج اب، هتطلع فوق. طب التمبريتشر فوق هاي ولا لو؟ التمبريتشر فوق لو. طب التمبريتشر اللو دي هتعمل ايه في الورم اير؟ هتعمل لها كوندنس سوري هتعمل ايه في الووتر فيبر؟ هتعمل لها كوندنسيشن. بعد ما يحصل لها كوندنسيشن هتتحول ل ووتر دروبلتس تتخزن جوه الكلاودز. طيب الورم اير ده هيفضل ورم؟ لا طبعا، هيبقى كولد، هيحصل له ايه؟ هينزل لتحت. والووتر فيبر اتحولت لووتر دروبلتس اتغزلت جوه الكلاودز، هتبدا تنزل في شكل ايه؟ رينز. بس طيب هاو داز ثواني خليك معايا ثانيه واحده بقى، معلش اشوف سامعني يا شباب؟ الو نعم ميس. سامعني؟ ايوه طيب طيب how does a meteorologist predict what the weather will be؟ فاكرين meteorologist اللي احنا خدناها الترم اللي فات؟ ايوه خدنا الكلمة دي المرة اللي فاتت، حد فاكر معناها؟ هم اللي بيشوفوا أي الوضع خبراء الأرصاد. بالظبط، اللي هما بيعملوا ايه؟ studying the weather، بيدرسوا الطقس او بيدرسوا الweather. طيب تمام، ازاي بقى الميتيولوجيست اللي هما علماء الارصاد الجويه او علم الارصاد الجويه بيعملوا prediction، بيتنبؤوا بالweather اللي ممكن يبقى موجود. حتى لما احنا بنتفرج مثلا على نشره الاخبار او حتى بنفتح applications موجوده معانا على التليفون، ممكن تعمل لي بريدكشن للوزر بكره عامل ازاي او بعد بكره عامل ازاي، لدرجه ان هم بيبقى فيه بريدكشن لحد اسبوع. ازاي بقى بيعملوا بريدكشن؟ تفتكروا بيعملوا بريدكشن ازاي؟ يتنبؤوا ازاي؟ والله انا عايز يعني، انا سؤالي غرض التفكير، مش عارفه ليه بتخافوا من السؤال وما بتجاوبوش، حتى لو مش عارفين يعني قولوا أي حاجة، أنا مش هحاسبكم. بس السؤال إزاي
meteorologists يعملوا prediction للweather، يتنبؤوا بحالة الطقس اللي أصلا تبقى موجودة أو اللي هتحصل حسب يعني. temperature، نعم، حسب temperature. عن طريق ال temperature. ايه كمان، حد عنده حاجة تانية؟ طيب الميتيولوجيست يا شباب اللي هم علماء الأرصاد الجوية depends on some instruments، بيعتمدوا على بعض الأدوات to collect data عشان يجمعوا معلومات and study changes of weather for long periods of time. يعني هم مش بيتنبؤوا بالحاجة دي عشوائي، لا هم بيستخدموا أدوات معينة، بيجمعوا معلومات وبيبدأوا إن هم يدرسوا التغيرات اللي ممكن تحصل في الوزر، بس ليه long period of time، ليه فترة طويلة قوي. طب هم لما يدرسوها لفترة طويلة هيقدروا بعد كده يتنبؤوا إيه اللي ممكن يحصل بعد كده في الوزر. That help him to predict what the weather will be، عشان يقدر يساعده الوزر ممكن يبقى عامل إزاي بعد كده. يبقى أهم حاجة يا شباب الميتيولوجيست عامل الأرصاد الجوية مش بيهبد وخلاص، هو بيعتمد على instruments، بيعتمد على أدوات معينة، الأدوات المعينة دي بتجمع له data، بتجمع له معلومات، وبعد كده بيدرس المعلومات دي وبيدرس ال changes اللي بتحصل دي عشان يقدر إن هو يتنبأ بالوزر اللي هيبقى موجود. تمام؟ تمام تمام. كويس. آخر activity farming the desert. عمركم سمعتوا قبل كده عن زراعة الصحراء؟ بس الصوت مش واضح يا ميس. هو غالبا المشكلة عندك يا حمزة، شوف النت عندك كده. ما انا يا ميس فعلا المشكلة عندي في النت، بس انا مش عارف ازاي احلها. طب انت فاتح واي فاي ولا داتا؟ نعم يا ميس، شغال على الواي فاي؟ حاول تقرب من مصدر النت بتاعك يا حمزة، حاول تقرب من مصدر النت بس، أهم حاجة. المصدر ميز جنبي اصلا. طيب حاول على قد ما تقدر انك تسمعني. طيب بقول يا شباب سؤال، اوكي، حد سمع عن زراعة الصحراء قبل كده؟ زرعت الايه؟ زرعت، الصحراء لا أول مرة تسمع عن زراعة الصحراء؟ انتوا كله يعني كل اللي موجودين عارفين انه محتاجين soil to plant the plants، عشان ازرع النباتات محتاجه soil، لكن اول حد يعرف، اول مره تعرفوا ان ال soil of desert عادي ان هي ممكن يحصل لها improvement ونزرع فيها. طيب بصوا يا شباب، طب تعالوا نحل السؤالين دول قبل ايه، قبل ما نبدا شرح. يلا يا يلا يا سما، انت ما تجيش خالص النهارده. سما يلا نمبر 1. A large amount of rain falls on the desert. True. طيب انتوا ايه رأيكم؟ لا فولسنج. لا فولس. فولس، الديزرت فولس. على طول بتكون دراي، الديزرت على طول بتكون دراي، بتكون جافة، عشان كده الموضوع غريب عليكم، ازاي الديزرت ممكن ان انا اعمل فيها فارمنج، ازاي ممكن ازرع فيها، هي الرينز فيها قليلة قوي والمكان دراي، مكان جاف مفيهوش مية، ازاي ممكن ازرع فيها. فنمبر 1 طبعا فولز، مفيش لارج اماونت اوف رين ممكن تنزل على الديزرت في الصحراء. طيب نمبر 2 يا اسيا، My plants can grow easily in the desert environment. False. برضه فولز. طيب تعالوا بقى نشوف، deserts receive about
250 ملي متر ممكن تستقبل 250 ملي متر of rain per year. يعني ممكن تستقبلوا قد ايه، قد ايه قليل قوي في السنة. 250 ملي لتر، سوري سوري ملي متر من الرينز، من الامطار في السنة، سنة كاملة. And this represents the least amount of rain compared to all other biomes. كلمة biomes اللي هي الأماكن اللي بتكون ليها نفس ال climate وليها نفس ال weather وليها نفس ال soil، زي مثلا كده ال desert، يعني الصحراء في كل مكان في العالم. هنلاقي إن الصحراء في كل مكان في العالم ليها نفس ال climate، ليها نفس ال soil، عندها sand، فيها نفس ال plants، فيها نفس ال animals. دي معنى كلمة biome. كان يعني biome؟ تاني يعني ايه اسمعش بايوم؟ ممكن حضرتك ايه دي تاني البايوم يا شباب، البايوم هو مكان موجود في العالم كله او متكرر في العالم كله. المكان ده بيكون عنده نفس البلانت، نفس الانيمال، نفس السويل، نفس الكلايمت، نفس الوزر، نفس كل حاجه، في نفس كل حاجه. زي مثلا الصحراء في العالم كله، الاماكن اللي فيها صحراء في العالم كله هنلاقي فيها مثلا سويل غير السويل، طين مختلفة لا يعني؟ لا. لا طب مثلا الفورست، الغابات، الغابات في العالم كله، أي مكان فيه غابة هنلاقي، أكيد هنلاقي فيها شجر، وأكيد هنلاقي فيها نفس الحيوانات، وأكيد هنلاقي فيها نفس النباتات، وأكيد هنلاقي فيها نفس الكلايمت ونفس السويل، التربة. فكده هي دي معنى كلمة باين. تاني يا شباب بيقول إن الديزرت، الصحراء، بتستقبل قد إيه رينز في السنة؟ تقريبا 250 ملم من رينز في السنة، وده طبعا اقل كميه ميه ممكن تستقبلها ايه المكان ده. The extreme hot and dry climate، الجو او المناخ اللي بيبقى سخن جدا وجاف جدا في الديزرت makes farming difficult، بيخلي الزراعه في الصحراء صعبه جدا. So farmers had to adapt to this climate and work to develop some ways to benefit from the small amount of food. دلوقتي الفارمرز ما قدمهمش حل تاني غير ان هم يزرعوا فين؟ في الصحراء. طب اعتقد انتوا خدتوها في السو في الـ في الـ في السوشيال ستاديز اللي هي الدراسات. اخدتوا في الدراسات ليه ليه الفارمرز بيلجأوا ان هم يزرعوا في الصحراء؟ لان هم عندهم نفود سويل فيها مد وفيها طينه وخصبه اكتر، ممكن ان هم يزرعوا فيها. ليه بيلجأوا ان هم يزرعوا في الصحراء؟ حطوها ولا مامي ميس كنت؟ اه يا الله، سامعيني يا شباب؟ ميس ميس انتوا حرفيا محسسيني ان انا بكلم نفسي، والله بكلم نفسي. حضرتك سامعني ميس؟ انا سامعاكي حمزة. اه أنا مش سامع حاجة ميس خالص. يا شباب انتوا سامعيني ولا لا؟ أنا مش سامع طب ما حاجة تردوا، كمان. سامعيني؟ صوت بيقطع. صوت كده كويس؟ طيب أيوة كده تمام. طب خلاص سيبنا من السؤال خالص، مش عايزة أعرف إجابة السؤال. كل اللي عايزين نعرفه يا شباب إن الفارمرز بدأوا إن هما يتكيفوا على الكلايمت اللي موجود في الديزرت ده، بدأوا يشتغلوا إن هم يعملوا development ل some ways، ينموا بعض الطرق عشان يقدروا يستفادوا من الكمية القليلة من المية اللي موجودة في الديزرت. farmers face a challenge، بدأوا إن هم يواجهوا طبعا تحدي in forming deserts because more water evaporates than that falls by precipitation. طبعا في الأماكن اللي فيها صحراء الـ amount of water that precipitate بتبقى أقل بكتير من الـ water اللي بيحصل حضرتك لها اللي طلعتيني evaporation. نعم؟ حضرتك اللي طلعتيني لا أنا ما طلعتش حد. تمام. تاني يا شباب، تفتكروا الصحراء المياه اللي فيها بيحصل لها evaporation أكتر ولا بينزل فيها مياه أكتر؟
تيتشر بيبقى بيحصلها بريتنج اكتر. ايفابوريشن اكتر. طب هو ده هيساعد بقى الفارمرز ان هم يزرعوا في الصحراء؟ لا مش هيساعدهم. لا تعالوا نشوف بقى عملوا ايه عشان يزرعوا في الصحراء. Improving the sign of desert. ازاي قدرنا بقى نعمل improving تحسين في السايل بتاعت الديزرت اللي هي اصلا كانت ساند. يلا يا صفوة اتفضلي. ايه Population growth causes more people to live in desert, so farmers use new ways to make the soil of a dry desert fertile and fertile fruitful and fruitful. For example, they improve the soil quality. They plant crops that are able to grow in the hot climate and low lethal soil. Low fertility of soil or low fertility soil. They use new ways to irrigate crops such Irrigate as crops such as using water. grazing water. They use wind and the sun to power their farm in the desert with the wind turbines or solar energy. طيب حلو قوي. الوزر يا شباب هي مش وحشة، مش وحشة للدرجة. يعني ايه مش وحشة للدرجة؟ ان هي بيبقى فيها برضو فاكتورز اقدر ان انا استخدمها عشان ازرع بيها. ازاي؟ طبعا الوزر بيبقى فيها هوت كلايمت، بيبقى فيها هواء او مناخ سخن جدا، بس في بعض البلانتس بتحتاج الهواء السخن ده عشان تنمو. فانا اشوف ايه البلانتس او اشوف ايه الكروبس المحاصيل اللي محتاجه الهوت ويذر وازرعها في الصح. دي حاجه. طب تاني حاجه، بما ان الصن موجوده بهاي اماونت في الديزرت، موجوده بكميات كبيره قوي في الصحراء، طب ما انا استغل الصحراء دي اعمل فيها سولار بانلز، اعمل فيها اللي هي الخلايا الشمسيه، وابدا استخدم منها سولار انرجي، او ابني فيها وين توربينز اللي هي طواحين الهواء، وابدا ان انا اخد منها باور او اخد منها طاقه. طيب حاجه كمان ممكن اعمل ريوزنج للووتر اللي بتنزل في الصحراء دي، هي كميه صغيره بس ممكن اعمل لها اعاده استخدام، واعمل اريجيشن للكروبس اسقي بيها الزرع اللي انا زرعته. تمام يا شباب؟ تمام. تاني طيب سريعا كده هعيد تاني. ليه الناس راحت للصحراء عشان تزرع فيها؟ لأن ال population growth زاد قوي، النمو السكاني زاد، الناس عددها زاد، الناس عددها زاد لدرجة إن ما لقيتش مكان في بقية المدن عشان تسكن فيها، فراحوا يسكنوا فين؟ في الصحراء. طب هيسكنوا في الصحراء هيلاقوا أكل منين؟ لازم يعملوا إيه؟ farming للديزرت، لازم يزرعوا الصحراء. طب يزرعوا الصحراء ازاي وهي السايل بتاعتها الفيرتيلتي بتاعتها قليلة، يعني الخصوبة بتاعتها قليلة، وكمان صعب ان احنا نزرع فيها. اول حاجة عملوا improvement للسايل كواليتي، الكواليتي بتاعت السايل بدأوا ان هم يحسنوها شوية. تاني حاجة بدأوا يفكروا ايه الكروبس اللي هي ممكن تستحمل الهوت كلايمت ومش محتاجة فيرتيلتي سايل قوي، وبدأوا ان هم يزرعوها في الصحراء. طب بالنسبة للمية هنسقي الزرع ده منين؟ بدأوا يعملوا ريوزنج للووتر، إعادة استخدام تاني للمية، بدأوا يستخدموها كذا مرة عشان يروي بيها الزرع. طب أنا دلوقتي محتاجة انرجي، محتاجة طاقة، هجيب طاقة منين؟ لأن هي الديزرت مليانة ويند ومليانة صن، مليانة هواء ومليانة إيه؟ مليانة شمس. طب ما أنا أبني ويند توربينز وأبني سولار بانلز، أقدر أستخدم الحاجتين دول to generate electricity أو عشان يبقى عندي طاقة. في حاجة صعبة؟ لا لا تمام. تمام تمام طيب يلا يا يلا يا مين، يلا يا مريم. In desert water evaporate more than the full body precipitation zone farming is difficult true. تمام. في الديزرت الووتر بيحصل لها ايفابوريشن اكتر ما بيحصل لها بريسيبيتيشن، فبالتالي الفورمنج بيكون صعب. يلا يا حمزة.
farmers use new ways to make the soil of dry desert fertile. صح. تمام True. تمام شكرا يا شباب. That's it for today. طلعت لكم إن شاء الله الهوم ورك على التليجرام. ثواني كده ثواني معلش. ثواني بس اخد الغياب بتاع الحضور بتاعكم. يعني الناس اللي خرجت دي مش انا قلت ثواني، يعني لما ابعت دلوقتي الحضور على الجروب يعني اقول ايه؟ اقول ايه؟ مش عارفه بجد والله. طيب اتفضلي يا شباب. تمام.